بإذن الله. الخطة الهجومية اللي بيعتمد عليها الأهلي من وقت جوزيه تقريبا لحد دلوقتي وفايلر، يمكن جوزيه كان أول من اختاره يلعب بيه مهاجم فروت صريح، واحد أول كان كابتن علاء إبراهيم. وكابتن علاء إبراهيم أنت كان معاك تقايل برضو زي ما بيقولوا، تفتكر ولحد دلوقتي فايلر بيلعب بنفس الطريقة صح. بس أنا عايز أسألك الفرق بين الطريقتين إيه؟ مع أنها نفس الخطط يعني، إيه الفرق بين أربعة صح؟ أربعة بيلعب برأسين حربة أو رأس حربة؟ لا، إيه الفرق بين الفرق بين جوزيه وفايلر مع أنها نفس الخطة النهاردة؟ لا يعني طبعا الوضع مختلف خالص. احنا بنتكلم في 2001 اول ما جه مستر مانويل لحد 2020، يعني 19 سنة الدنيا اتغيرت خالص. مستر مانويل جه كان كل الناس تعرف 4 4 2 او 3 5 2، ما حدش كان يعرف 4 3 3 دي. الحقيقة هو اللي دخلها بشكل كويس. يعني احنا اول فترة مع جوزيه لما اشتغلنا دخل 4 3 3 4 بالظبط كده. عمل الفيرود واحد واثنين تحتيه. كنت انا قبل كده سنتين لعبت مع مستر سوبل، كان كابتن حسام، وكنت بلعب انا، كان شوية كان فاروق، كان شوية كان علي ماهر، شوية كان كشري، كان دايما 4 4 2 الصريح اللي احنا نعرفه. الحقيقة جوزيه غير 4 3 3 او 4 2 1 3، يعني عملها بشكل الحقيقه جناحين ونجحنا فيها. وكان الحقيقه عندنا كان خالد بيبو، وكان وائل رياض، كان عندنا برضو لعيبه تلعب بالشكل ده. لكن جوزيه يعني لا، يعني مش عارف، حاسس ان هو مش هيتكرر تاني في الاهلي. مش عارف، انت شايف كده؟ يعني اتمنى طبعا حد يعدي مستر مانويل، لان هيتعدي بنجاحاته. لكن مستر مانويل الكاريزما بتاعته لا مختلفه في تدريبه، في ماتشاته، في اداره ماتشاته. الحقيقه الراجل ده لا جه يغير كتير. حتى انا لحد هذه اللحظه وانا مدرب انا استفدت من شغل كتير جدا من الانديه اللي انا دربتها بعد ما بطلت من مستر مانويل. لا الراجل مخ وحاجه، يعني فكره مختلف طبعًا. تماما. وكمان مش كوره بس، لا نفسيا وشخصيه المدرب كذا حاجه. يعني المدرب كذا حاجه. الحقيقه من شخصيه مستر مانويل استفدنا منها حاجات كتيره جدا. الراجل انا من الناس اللي كنت يعني قليل بعض احتياطي، بس لما كنت بنزل بدي كل حاجه. الراجل ده كان يقعدك وانت مبسوط. انا مستر فاير لا، يعني حاسس ان هو يعني الالمان، وهو طبعا سويسرا اعتقد غالبا سويسرا. لا بس على فكره الراجل انا اتكلمنا وكان معانا هنا في البيت الكبير. الراجل متفاهم، لكن انت عارف بيبقى فيه نوع من انواع الصرامه شويه. ده موجود طبعًا. لكن